وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي شريف عارف. بعد التحية أستاذ شريف، مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل في نيويورك بمقر الأمم المتحدة تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، كيف ترى أهمية هذا؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهديك. أولا، هذه المشاركة تمثل تتويجا لما قدمه منتدى شباب العالم على مدى أكثر من 7 سنوات ماضية. هذا التتويج لم يكن بين يوم وليلة، هذا التجمع الكبير والمنصة الحوارية المهمة التي وضعت نفسها بين أكبر منصات الحوار الشبابي على مستوى العالم. هذا التجمع الذي جمع شباب دول العالم على أرض مصر، أعتقد أن هذه المشاركة هي جزء من جاهزية الدولة المصرية وقدرتها على التفاعل مع قضايا العالم، خاصة أن قمة المستقبل كانت تتحدث عن مبادئ الأمن والسلم الدوليين وكذلك التنمية المستدامة وفكرة تمكين الشباب، وهي كلها أفكار أصيلة لدى الدولة المصرية. وأعتقد أن منتدى شباب العالم كان سباقا في طرح هذه القضايا. صحيح. على مدى السنوات السبع الماضية، سواء في خلال مؤتمراتها التي عقدت في شرم الشيخ أو حتى المؤتمرات الوطنية للشباب التي عقدت في أكثر من محافظة. نحن الآن نتحدث عن قضية مهمة تشغل العالم وهي قضية التمكين. أعتقد أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في مسألة التمكين، سواء تمكين الشباب في المناصب القيادية أو في التمثيل النيابي، سواء من تنسيقية شباب الأحزاب وغيرها، أو ما تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب من تأهيل الشباب لشغل المناصب. نحن النهاردة عندنا معاونين محافظين من الشباب يستطيعوا يعني أن يقدموا جديدا إضافة للخبرات الأساسية. كل ده أعتقد أنها مكاسب وضعت الدولة المصرية في موضع صحيح الاهتمام بفئة رئيسية ومهمة وهي فئة الشباب. صحيح أستاذ شريف، يعني حقيقي تمكين الشباب، مصر تعمل على هذا الملف منذ سنوات، والآن أيضا إيصال أصواتهم لمراكز صنع القرار الدولية. جزيل الشكر لك الكاتب الصحفي أستاذ شريف عارف.